الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، درسنا اليوم هو المفعول المطلق. وتحدثنا سابقا عن أنواع المفاعيل، هو المفعول به. المفعول به أيضا هو اسم منصوب، تمام؟ وبنسأل عن المفعول به بماذا؟ وتحدثنا عن النوع الثاني من أنواع المفاعيل، هو المفعول لأجله، هو أيضا اسم منصوب. وبنسأل عن المفعول لأجله بكلمة لماذا؟ وهنتحدث اليوم عن المفعول المطلق، وبنقول على المفعول المطلق هو المفاعيل، وهو المفعول الحر، المفعول الأساسي، هو المفعول الغير مقيد. وخلي بالكم المفعول المطلق دائما يأتي في جملة فعلية، يعني يأتي بعد الفعل، تمام؟ المفعول المطلق هو اسم منصوب مأخوذ من نفس لفظ الفعل، تمام؟ ويكون منصوبا. والمفعول المطلق نكرة. نتحدث عن المفعول المطلق من خلال أنواعه، أشكاله، وإعرابه من خلال الأمثلة. المثال الأول: انطلق الصاروخ انطلاقا، دي جملة فعلية. انطلق فعل ماض، الصاروخ هو الفاعل، انطلاقا بنقول عليه مفعول مطلق منصوب، مفعول مطلق منصوب. طب مفعول مطلق منصوب وما نوع هذا المثال؟ انطلاقا بنقول عليه مفعول مطلق مؤكد للفعل، مؤكد للفعل. هو النوع الاول من انواع المفعول المطلق، النوع الاول اسمه مؤكد للفعل. يعني ايه مؤكد للفعل؟ المفعول المطلق المؤكد للفعل لا ياتي بعد المفعول المطلق لا صفه ولا اضافه، تمام؟ لاحظنا ان كلمه انطلاقه هو اسم ماخوذ من نفس لفظ الفعل، يعني هنلاحظ ان احنا واخدينه من نفس احرف الفعل بتاعي. هناخد بالنا ان انطلاقه فعل، احنا كلمه انطلاقه ماخوذ من نفس لفظ الفعل هو اسما منصوبا، نقدر نقول عليه ايه؟ مؤكد للفعل. خلاص؟ عشان انا عندي كلمه انطلاقه ليست بعده اي كلمه اخرى اذا كانت صفه او اضافه. المثال الثاني: اجتهد العاملون اجتهادا. هنلاحظ ان كلمه اجتهادا ايضا ماخوذ من نفس لفظ الفعل، ونوع هذا المثال بنقول عليه مؤكد للفعل. المثال الثالث: اندفع الجنود اندفاعا في الميدان. كلمه اندفاعا هو المفعول المطلق، خلاص، ونوعه ايضا مؤكد للفعل. ليه؟ وانا خلي بالكم الامثله السابقه كانت اخر الكلمات كلمه انطلاقا واجتهادا، لكن انا عندي في المثال المختلف عندي في جار ومجرور. كلمه اندفاعا نوعه مفعول مطلق مؤكد للفعل ايضا، لان الجار والمجرور لا ياتي، يعني طالما كلمه الجار والمجرور بعد المفعول المطلق يؤكد، هو اسمه برضه مؤكد للفعل. خلاص؟ احترم ابي احتراما شديدا. هنا احتراما هو مفعول مطلق مؤكد مبين للنوع، وهذا هو النوع الثاني من انواع المفعول المطلق اسمه مبين للنوع. ليه بقى؟ احتراما ده مفعول مطلق، نوع مبين للفعل. ليه؟ كلمة شديدة دي صفة، أنا بينتها أكتر، كلمة احتراما دي بينتها أكتر، وضحت أكتر. احتراما إيه؟ احتراما شديدا. يبقى نوع هذا المثال مبين للنوع، لأن كلمة شديدة أنا عندي إيه؟ صفة نعت، تمام؟ أدافع عن وطني دفاع عن الشجعان. خلي بالكم أنا في المثال السابق كانت الكلمة منونة، أما في هذا المثال كلمة عندي إيه؟ فتحة، حركة واحدة بس، لأن المهمة دفاع الشجعان، كلمة الشجعان مضاف إليه، بس هو كلمة دفاع إيه؟ مفعول مطلق مبين للنور. ليه بقى؟ لأن دي بنقول عليه مبين للنور بالإضافة، لأن ده مضاف إليه. المفعول المطلق خلي بالكم في الإضافة، خلاص، بياخد حركة من التشكيل أو بيسحب حركة من التشكيل. هنلاحظ إن الكلمة اللي بعديها مضاف إليه فيها
الفتحة فقط، تمام؟ نعم الطفل نوم الأصحاء. أيضا مثل المثال السابق، نوم مفعول مطلق مبين للنوم، ونوم هنا إيه بقى؟ بعد المفعول المطلق مضاف إليه، كلمة الأصحاء، تمام؟ أخلصوا لوطني إخلاصا عظيما. إخلاصا هنا أيضا مفعول مطلق مبين للنوم، ونوم هنا كلمة عظيما ده إيه؟ صفة نعت، تمام؟ هنشوف هنا بقى القاعدة. المفعول المطلق هو اسما منصوبا مأخوذ من نفس لفظ الفعل، والمفعول المطلق يكون نكرة، تمام؟ أنواعه مؤكد للفعل مثل ما ذكرنا، عندما يأتي وحده وليس بعده صفة أو إضافة، مش موجود عندنا ولا صفة ولا إضافة، تمام؟ النوع الثاني مبين للنوم، مبين للنوم عندما يأتي بعده وصف أو إضافة من خلال الأمثلة السابقة، تمام؟ هنا بقى اقرأ واستمع للمناقشة، نركز هنا. البلال يتبع اتباعا، والعمال يجتهدون اجتهاد الأبطال. خلاص؟ أملا في تقدم المجتمع. يقول لك ايه البلال اختاروا خط؟ كلمة البناء دي بداية جملة ودي جملة اسمية، يبقى البناء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، تمام؟ تقدم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، تمام؟ هنا بقى استخرج من الفقرة مفعولا لأجل، ده الدرس السابق اللي خدناه، مفعول لأجل كلمة إيه؟ أملا، يعني اجتهاد الأبطال أملا. لماذا؟ أنا بسأل عن مفعول لأجل بلماذا؟ أملا هنا عند المفعول لأجل، تمام؟ مفعول المطلقة كلمة إيه؟ ارتفاعا. ونحن نوع المفعول المطلق هنقول عليه مؤكد للفعل، تمام؟ خلوا بالكم بقى السؤال القادم، بين سبب نصب الكلمات التالية في هذه الجمل. أنا عندي كل الكلمات منصوبة، لكن في اختلاف في المفاعيل، اختلاف المفاعيل. قرأت قصة، قرأت قصة، قرأ فعل ماضي، من الذي قرأ؟ قرأت أنا، أنا الفاعل، تمام؟ قصة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، خلي بالكم هنا ده مفعول به. المثال الثاني، أذاكر دروسي، لماذا؟ أملا، هنا ده مفعول لأجل منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ليه؟ لأنه هنا ده قلنا مفعول لأجل، تمام؟ المثال الثالث، يجتهد التلميذ اجتهادا، يجتهد التلميذ اجتهادا، هنا اجتهادا ده نوع سبب نصب كلمة اجتهادا لأنه مفعولا مطلقا، هو اجتهادا ده مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والنوع المفعول المطلق ده ايه؟ مؤكد للفعل. وهنا بنكون وصلنا لنهاية الدرس، درسنا كان يتحدث عن المفعول المطلق، ويا رب تكونوا استفدتم من القاعدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.